الخير. أهلا وسهلا فيكم في مهرجان صلالة خريف 2007. أهلا وسهلا فيكم. أنا سعيدة جدا اليوم في وجودي كمان مشاركتي في مسابقة نجم العرب، وأكيد زملاء النجوم الموجودين معنا، لأنه هذه مفاجأة لهم، هني مش عارفين أنه كنت حأطلع على المسرح. بدنا زقفة كبيرة للنجوم المتواجدين معنا. مرسي. أكيد أنا أمنيتي أكيد بطلع مثل النجوم اللي طلع مثل إبراهيم حكمي، وأكيد النجم اللي جاي هلا يعني نصير كمطربين محترفين. وإحنا كتير مبسوطين أنه موجودين، وبالذات فرحانة أني موجودة في صلالة. وأكيد هلا رح نرحب بالنجم نجوم الخليج. مين؟ عليكم سلمان حنبل، نجم نجوم الخليج. مرسي.